الفقرة الأخيرة والأميز لهذه الحلقة. معنا سفير نوايا حسنة ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية في دولة قطر، الأستاذ موسى عيسى رمضان. مساء الخير. النور. يا هلا أستاذ موسى، احنا يعني مستمعين كثر تحدثوا معنا وبعثوا لك التهاني والتحايا والمحبة الخالصة لشخصك الكريم. الله يسلمك وحييهم وكل التحية لهم. يسعدك. بداية نتعرف على الأستاذ موسى رمضان، تفضل. قبل التعرف على موسى رمضان أريد أن أوجه الشكر الكبير لإذاعتنا الأردنية الفتية على الاهتمام بأبنائها بالمهجر. نعم. والتواصل معهم باستمرار وسماع قصص نجاحهم ومشاكلهم لتصل إلى المسؤولين للأخذ بعين الاعتبار في كيفية حلها بقدر الإمكان. نعم. ومن هذا المنبر أتوجه بالتحية والسلام إلى وباسم المغتربين جميعا إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وصاحبة الجلالة الهاشمية الملك رانيا عبد الله، وصاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وبهذه المناسبة أيضا نتقدم بالتهاني والتبريك لجلالة الملك وجلالة الملكة بزواج الأميرة إيمان الذي كان قبل فترة وجيزة، وأيضا نقدم التهاني والتبريك إلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله بمناسبة زواجه الميمون بتاريخ 1/6/2023 على الآنسة رجوة السيف. نعم. وألف ألف مبروك. وأيضا فيك. من خلال منبركم لا يسعني هنا إلا أن أتوجه أيضا باسمي وباسم المغتربين في دولة قطر إلى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. نعم. ونائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة. نعم. الثاني. وكذلك نوجه التحية الكبرى لهم وللشعب القطري الكريم وكذلك للشعب الأردني العظيم. نعم. اسمح لي أستاذ يعني موسى، يعني شعور المسؤولية عن أفراد أو جالية أو حتى التفاعل مع المغتربين كيف تصفه شخصيا؟ تفضل. أخي الفاضل، نحن في بلاد الغربة يجب أن نكون دائما متكاتفين متعاونين مع بعضنا البعض، لأن المغترب بحاجة إلى من يقف إلى جانبه في بلاد الغربة. نعم. لأنه أحيانا المغترب لا يكون له أهل أو قريب يكون بجانبه، أو حتى يكون بدون خطة واضحة لغربته، يعني بعض الشباب. نعم. يعني يسافر ويعود فورا يعني. نعم. فلذلك ارتأينا أن نؤسس ملتقى للنشامة لخدمة أبناء الجالية الأردنية بهذا الخصوص، وتقديم العون والمساعدة لهم بكل ما نستطيع. جميل جدا. خاصة الذين يأتون إلى دولة قطر أو إلى أي بلد آخر، لأن ملتقى النشامة. نعم. ليكون لديك معلوما أن ملتقى النشامة في دولة قطر هو جزء من ملتقى النشامة للجالية الأردنية حول العالم. ما شاء الله. والذي يرأسه الدكتور مهندس محمد أيمن الرفاعي. ما شاء الله. المقيم الآن بالسعودية. نعم. وعدد أفرعه الآن تقريبا حوالي 90 فرع. نعم. على مستوى العالم. طب هذه المظلة يعني حتى نستفيد من الوقت ومن حضرتك أستاذ موسى، يعني هذه المظلة. نعم. الجميلة، ماذا تقدم للمغتربين؟ يعني احنا نرى قصص. نعم. نجاح، ونرى قصص يعني من ناش نقول إخفاق، ولكن أنا ذكرتك منذ قليل أنه البعض يهاجر فقط للهجرة، البعض يهاجر لهدف. عندما ترى. نعم. يعني هاتان الفئتان، هناك من يعرف ما يريد وهناك لا يعرف ما يريد، كيف تتصرف؟ نعم. تصرف أنت كرئيس يعني كأخ كبير للجالية أو للشباب، تفضل. الملتقى يقوم بتقديم المساعدات لأبناء الجالية الأردنية أينما حلوا، ويتابع معهم أيضا إذا تعرضوا لأي مشكلة حتى أثناء السفر من دول الخليج الأردن، لأن أحيانا الشباب يسافروا بالسيارات الأردن برا، فحتى لو حصل عندهم مشكلة في الطريق في البر. جميل. بين قطر وأثناء مرورهم بالسعودية هناك لجنة مكلفة اسمها لجنة الحوادث والإنسانية برئاسة السيد هيثم خطاب، تشرف على مساعدة المسافرين برا
لا سمح الله إذا تعرض لا سمح الله لأي طارئ إن كان. نعم. وطبعا في كل منطقة بمر فيها بالسعودية هناك لجنة تابعة لهذه اللجنة، لجنة الحوادث الإنسانية. نعم. يعني لا يستطيع، يعني يستطيع المسافر في أي لحظة الاتصال، وإحنا دائما بنحط الأرقام الهواتف على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي، صفحات التواصل الاجتماعي. نعم. ونعلن عنها بالسفرات يعني مع أبناء الجالية الأردنية. نعم. حتى لما يسافروا يكون هذا التلفونات، هذه قائمة التلفونات عندهم. نعم. فيما لو حصل معهم أي شيء في أثناء السفر يكون عندهم أي شخص أردني مسؤول هناك يقدم المساعدة لهم ويؤمنهم حتى يصلوا إلى الأردن بسلام. نعم. هذه من ناحية السفر. أما من ناحية الأخرى والتي واجهناها أيضا خاصة في وقت الكورونا، واجهنا الكثير من الشباب الذين أتوا إلى دولة قطر وأمثلتها في السعودية والكويت والإمارات وما شابه ودول أوروبا. نعم. وأمريكا. هناك بعض الشباب أتوا إلى دولة قطر وانقطعت بهم السبل، انقطعت، هذا اللي بيكون مش مجهز حاله، أو يعني لا سمح الله أخل معه اللي تعاقد معه مثلا، أجوا لأجل مثلا يعمل، لكن الوضع اللي كان في ذلك الوقت وضع كورونا كان وضع مزري جدا. نعم. وكثير من الشركات كانت تنهي خدمات بعض الموظفين لتخفيف الأعباء. نعم. فهؤلاء أصبحوا بدون عمل، فكان دورنا كملتقى للنشامة في دولة قطر بالتعاون مع السفارة الأردنية وهي بيتنا الثاني في دولة قطر أن نقدم المساعدة لهؤلاء الشباب وهذه الأسر التي أحيانا بعض الأسر ما عندها تأكل، فكنا نؤمن لهم الأكل والشرب والمواد التموينية ونرسلها لهم إلى بيوتهم. جميل. والشباب أيضا نجمعهم ونساعدهم بعمل التذاكر وإرسالهم إلى بلادهم ليعودوا إليها سالمين بدون. نعم. أن يكون هناك أي إحراج لأي شخص كان. نعم نعم، جميل جدا. أستاذي، يعني نتحدث الآن عن شخصك الكريم، أنت يعني مغترب منذ متى؟ الآن أبدأ بدوري وأتكلم عن نفسي، لكن يعني أردت أن أتكلم عن الملتقى قبل. نعم. ما أقدم. سنعود للملتقى، تفضل. إن شاء الله. أولا أنا موسى عيسى رمضان، مواليد 1956، تخرجت من الأردن وجئت إلى قطر في سنة 78. ما شاء الله. وعملت بها مدرسا للغة الإنجليزية في مدارس الحكومية في دولة قطر. ما شاء الله. حتى سنة 1997، وبعدها انتقلت إلى العمل التجاري وعملت مديرا عاما لبعض الشركات التجارية. نعم. والمقاولات في دولة قطر. نعم. في هذه الأثناء أنا عندي حب تطوع بالعمل الخيري. نعم. فالحمد لله كنت مجتهدا، وهذا من فضل الله علي أن أكرمني وأعطاني هذه الصفة وهذه القوة وهذه الشجاعة بأن أقدم ما أستطيع تقديمه إلى الإنسانية، لأن الإنسانية لا تنتظر أي واحد أو أي شخص تطلب منه أن يقدم لها مساعدة، لا، يجب علينا نحن أن نرى من هو يستطيع أو من هو يستحق المساعدة أن نقدم له هذه المساعدة. نعم. بدون أن ننتظر منه أن يطلب ذلك. نعم. فلذلك نتيجة هذه الأعمال التطوعية والملحوظة والتي كانت على مدار السنوات، فقامت بعض المنظمات بترشيحي أن أكون سفيرا للنوايا الحسنة. جميل. أولا للرياضة والشباب لأنني كنت مهتما بالرياضة ولازل. ما شاء الله. وأيضا سفيرا للسلام لأنني أنادي للسلام أينما كان، وسفيرا للإنسانية لأنني أخدم الإنسانية في أي مكان كنت أتواجد فيه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا سفيرا للنوايا الحسنة والسلام والإنسانية لعدة منظمات تابعة للأمم المتحدة ومسجلة بها، ولو أردت أن أعطيك البعض
من هذه المؤسسة المنظمات. فمثلا أعطيك أولا المنظمة الأولى التي رشحتني لأن أكون سفيرة النوايا الحسنة للرياضة والشباب. نعم. هي منظمة التنمية والرعاية الإنسانية العالمية ومقرها في أمريكا، وسفيرة النوايا الحسنة للرياضة والسلام والإنسانية بمنظمة بيمودا بالفلبين، وأيضا سفيرة للسلام العالمي بمنظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن بأوكرانيا، وسفير السلام الدولي من الأكاديمية الدولية لسفراء السلام بألمانيا. وطبعا كنت عضوا فخريا لعدة اتحادات وعدة منظمات أيضا، ورئيسا فخريا لأكاديمية سباير للاعب الأردني في الأردن، وعضو مجلس رجال الأعمال في غرفة تجارة قطر، ومستشار منظمة بيمودا للشرق الأوسط. نعم. وعضو الاتحاد الدولي. ما شاء الله، يعني القائمة تطول أستاذ موسى. يعني القائمة تطول. نعم. طيب خلينا ندخل بالموضوع. يعني كيف ترى الشباب وحاجتهم للنصيحة من هم مثلك، يعني ولهم باع طويل وخبرة كبيرة، كيف ترى حاجة الشباب للنصح والإرشاد، وإن كان يعني عندهم التفوق والهم والإرادة، لكن يبقى زي ما بقولها الدهن بالعتاقي، كيف ترى دور الكبار مع الشباب في الغربة؟ أخي الفاضل، إحنا دائما تعلمنا في حياتنا وأخذنا تجربة طويلة، لكن شبابنا اليوم للأسف الشديد أحيانا بيكون شباب متسرع. نعم، نتحدث بصراحة، يعني أنتوا جيلكم يعني جيل الصبر وجيل التأني. نعم نعم، ويعني قشة على قشة على قولتهم، يعني إنه الواحد بيقولوها. نعم. لكن ألو، ظاهر إنه هناك خلل بالاتصال الدولي، لكن معنا أستاذ موسى. إذن ما زلنا ننتظر عودة الاتصال، نأخذ فاصل قصير ونعاود فورا. إذن عبر اتصال مع الأستاذ موسى، وكنا نتحدث عن العلاقة ما بين الشباب وأصحاب الخبرة والتجربة. تفضل أستاذ موسى. لذلك الشباب في مجتمعنا اليوم شباب كما ذكرت سابقا، البعض منهم وليس الجميع. نعم. البعض منهم شباب متسرع يريد أن يقطف الثمار مرة واحدة. نعم. وهذا لا يجوز وغير صحيح، لأن الإنسان يجب أن يتدرج. نعم. ويصل إلى مطمحه بطرق سليمة ومدروسة. نعم. أحيانا الشباب يخفقون، وليس كل الشباب، هناك شباب ينجحون وهناك شباب يخفقون، فما الفرق بين هذا وذاك؟ الشباب الذين يخفقون يكونوا متخبطين ولا يكون عندهم دراسة أكيدة، دراسة معتمدة، دراسة. نعم. دقيقة للمستقبل الذي سيسعى إليه أو الواقع. هو يعتقد أنه نعم، هو يعتقد أنه أنهى الجامعة خلاص بدخل على الحياة العملية، وهنا يصطدم، لأن الجامعة الدراسة فيها نظرية وليست عملية. نعم. لكن الحياة العملية تختلف عن الحياة النظرية. نعم. فهنا يصطدم الشخص بالحياة العملية. نعم. المختلفة اختلافا كليا عن الحياة النظرية، وهنا تكون الكارثة. نعم. البعض يجتازها والبعض لا يجتازها. نحن بدورنا عندما يأتون الشباب الجدد إلى دولة قطر أو إلى أي دولة بالقرب. نعم. نعم. نستقطبهم ونوضح لهم كيفية الحياة في هذه الدولة، لأنه في مثل يقول يا أديب كون غريب، والدولة يا غريب كن أديب. العالم هو المثل. نعم. يا غريب كن أديب. نعم تفضل. أو يا غريب كن أديب. نعم. نعم. كل دولة في العالم لها قوانينها
فيجب علينا جميعا أن نمتثل بقانون هذا البلد، ويختلف القانون في هذا البلد عن بلد آخر. نعم. وربما لا يختلف. نعم. لكن احنا نوضح لهم انه الشباب اللي بيجوا جداد على البلد انه لازم تعمل 1 2 3 4 5، ابتعد عن كذا، ابتعد عن كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، ما تنغرب القروض، ما تنغرب الاشياء الجديدة. نعم. والشراء اعمل كذا مع مديرك، مع مسؤولك. نعم. الاحترام المتبادل، التواضع، الإخلاص في العمل، والحمد لله إحنا الشباب الأردنيين يعني تقومون بورش يعني توعية للقادمين. نعم. الجدد. نعم. إنه هذه هي. نعم. طباع الـ 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 هذه طباع الناس، البلد. نعم. هذه هي خلينا نقول الفخ، البنوك مثلا، القروض أو البيوت. نعم. الجديدة، الأشياء الغالية. نعم. مثلا المغترب دائما. نعم. يطمح لسيارة جديدة، لمنزل حديث أنيق. نعم. قد يكون هذا نوع من الاستعجال، لأن الشخص الجديد على البلد يكون أعمى، حتى لو أنه مفتح يكون أعمى، لا يدري ما يحصل. لكن إحنا لأنه تعلمنا وأخذنا دروس. نعم. وخطنا بهذه التجارب. نعم. نوضح لهم أنه ديروا بالكم، 1 2 3 4، لا تعمل كذا ولا تعمل كذا، قانون البلد هيك، قانون البلد هيك، قروض لا تدخل فيها، لأن القروض هاي ممكن فيما بعد مغرية بالبداية، مغرية على مستواك وعلى مستواك المعيشي، وبتصير في النهاية لا تستطيع أن تعيش حياتك الطبيعية. صحيح. لأنه دوبك تسدد القصة اللي عليك. وأخيرا حتقول أنا شو اللي عملته. إذن تنصح كل مغترب أن تنصح. نعم. كل مغترب أنه يبحث عن كبار السن أصحاب الخبرة، حتى يعني يرسم خريطة ويرسم يعني مخطط له. نعم. خالد. نعم. مش شرط يكون كبار السن، مش شرط يكون كبار السن. يعني ما بدنا نحط هذا أنه كبار السن هم اللي، لا، في هناك برضو شباب لهم مثلا 4 5 سنين في البلد. نعم. برضو كان أصبح عندهم خبرة. نعم. الشباب للشباب بعضهم مع بعض بيستقبلوا أو بتقبلوا الكلام أكثر. نعم. والكلام. نعم. أكثر. نعم. نعم. فلكن إحنا برضو بكون إحنا إنه إلهم مرجعية. نعم. ما عنكم غنى أستاذي، ما عنكم غنى، لكن. نعم. تبقى معنا دقيقتان من اللقاء، راح أترك الحرية لك لتتحدث، تنهي اللقاء أنت أستاذي، تفضل بدقيقتان. أنا دائما وأنا الحمد لله قائم على هذا العمل الخيري. والآن بصدد عمل كتيب من 52 صفحة خلال 10 سنوات أو 12 سنة الماضية. نعم. يتكلم عن الأعمال الريادية والإنجازات القيادية، وعنوان الكتيب إنجازات ريادية مهداة إلى ملك عظيم وشعب وفي. وإن شاء الله خلال فترة بسيطة بيكون صدر. نعم. ويوزع على الجميع إن شاء الله. وأيضا أقوم بحملات خيرية في شهر رمضان المبارك، وأيضا هناك حملات باسم حملة موسى رمضان الخيرية بالتعاون مع جمعية إنجاز الخيرية والأخ الإعلامي الكبير محمد عايش الذي يشرف على هذا الموضوع، وخصصت من سنوات جوائز للتميز في العمل الخيري، وهذه الجائزة لعدد كبير من الأفراد والجمعيات الخيرية. نعم. وذلك عن طريق التصويت، وتستهدف. نعم. الجائزة فئة رواد ورائدات العمل الاجتماعي والتطوعي. جميل. وإن شاء الله سنستمر بهذا الموضوع إلى ما لا نهاية، حتى ندعم كل هؤلاء الله يطول الذين عمر. يقومون. طيب. بالعمل. أنا عندي فضول وسؤال شخصي، أكثر شيء تشتاق له في الأردن بدون تفكير إيش هو؟ والله شارع أو مكان أو مكان معين. والله أشتاق وسط البلد. وسط البلد. جميل. والله أشتاق إليه، لأن وسط البلد فيه مطعم حبيبة، فيه الكنافة. أيوة. يعني كنا دائما ننزل وسط البلد ناكل الكنافة. الكنافة الآن بدها رياضة لأنها بتعمل سكري. طبعا بخوب هناك، لذلك وسط البلد أنا بعتبره خاصة عند الجامع الحسيني. نعم. يعني معلم رئيسي لعمان، والجميع تلاقيه تجمع في هذا الشارع. نعم. ويجمع العدد الكبير، وسوق البشارات والسواق الثانية. نعم. فهذا جميل جدا إنه الواحد دائما يشوف وسط العاصمة. صحيح. كيف هي ولا زالت
موجودة ونفتخر بها. نعم. ونفتخر بأردننا العظيم. نعم. والله يحيي الأردن وأهل الأردن. سلمت أستاذ موسى، كل شكر لك وشكرا على وقتك الكريم معنا في برنامج مساء الخير. شكرا لك سيدي. تحياتي لكم ولجميع الشعب الأردني العظيم. يا هلا أحبتي، إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج